في ورق حلو وكأنه في نتيجة امتحان، عم بتفرحك، عم بوصل لك الخبر، الصديق مبين انه بخبرك في نهاية، عم تنهي هاي المرحلة على خير وعم بتبلش المرحلة اللي بعدها، عم بتواصل حياتك إذا بعد الدراسة بشكل حلو، عم بتكون كتير واقعي، كتير ناضج هاي الفترة، عسلك يعني أقصر الطرق، لا وعم تبذل جهد أقل في إحراز نتيجة عالية، فعم بشوف الحظ كتير معك برج الحوت هاي الفترة، يعني بيقول لك امشي وكل شي تمام. إذا كنت عم بتفكر في مشروع جديد، بيقول لك شوي أجل، أو شراء مثلا ممتلك معين، بيقول لك أجل شوي وكون متروي، لأنه كأنه البيت اللي بدك تشتريه أو المشروع اللي بدك تدخله يعني بحتاج لك كتير رأس مال، فبيحكي لك إنه تروى في هاي الخطوة، لأنه ممكن تتعرض لأشخاص في بيوهموك، لكن أنت عم بتكون كتير قوي وعم تكشف يعني الصالح من الطالح زي ما بيحكوها، المنيح من المش منيح، عم توصل لمرحلة انك وصلت من القوة بالقوة، انك تقدر تعرف اللي قدامك بشو عم بفكر فيك، في بداية جديدة بالشغل وأكنه فرصة عمل جديدة، خاصة للأشخاص اللي ما عندهم شغل. خلينا نشوف إذا في سفر أو لا للناس اللي بيستنوا السفر. لأنه في ناس كتير بتسأل عن سفر، فخلينا نشوف. شوف أنت كتير محتار بين أنك تضل، البعض منكم طبعا مش الكل، القراءة يعني مش منطبقة على الجميع، قراءة عامة، فعم بشوفك كتير محتار بين انك تضل وانك تروح، بس انا بنصحك انه تروح، لانه البلد اللي انت فيها الباين انه ما في كتير رزقة فيها، التعليم للاطفال ما عم يكون زي ما انت بدك، او عم تختار مستقبل افضل لاطفالك، فلذلك عم بتفكر بالسفر. المهم تفكير بالسفر اول شي، عم بتكون كتير محتار، بس بالاخير راح تسافر، بالاخير في سفر، سفر قريب مش بعيد، يعني ما راح تستنى كتير، ما رح تستنى كتير، رح يكون في سفر حلو ورح تكون في رزقة بالبلد الجديد وفي بداية جديدة، وأكنك عم بتعيش لأول مرة أو عم بتعيش حياة أخرى بشخصية أخرى حبيبي بعد السفر، يعني في تغيير بالشخصية من بعد السفر. خلينا نشوف الأشخاص العزاب، يعني القراءة العاطفية بالنسبة عزاب، إذا كنت أعزب من برج الحوت، في احتمال كبير لبرج الحوت إنهم يبلشوا حياة جديدة، ينهوا مرحلة ويبلشوا مرحلة جديدة، مستعد كتير لاتخاذ القرارات، مع انه الحوت كتير بيدرس المواضيع قبل ما يقرر، لكن في هاي الفترة عم خلص وصل من الملل درجة انه عم بيكون سريع باتخاذ القرارات، عم بيكون في بالطريق طاقة سلبية او حسد او في اشي موقف الموضوع، بالاكتر رح يكون حسد، يعني مش شغلة كبيرة اللي هي سحر أو لا، هي بس غيرة وحسد من بعض الأشخاص، فعم يوجهوا طاقة سلبية لإلك، عم بتأخر هاي المواضيع، انت عم بتحاول تختفي عن هدول الأشخاص، يعني انت كاشفهم وعارف كل شيء، عندك بصيرة معينة أو
انكشفت لك أسرار بتخصهم، ورق فيه انتظار خلال الفترة الماضية لحد ما وصلت لمرحلة اللي هي اليأس، بالفترة اللي هي فترة شهر تموز ممكن انك تقابل شخص، لكن تهيأ لي لا راح ترفضه. ما بنصحك انك ترفضه، بنصحك انه تعطيه فرصة لهذا الشخص، حتى لو مش مبين عليه الجدية، لكن هو إنسان من داخله إنسان متوازن، مبين إنه ممكن يكون مائي، ممكن يكون ترابي أو ناري، أسد قوس، ممكن يكون. إذن هذا كان بالنسبة للعزاب. بنشوف للمتزوجين. إذن بالنسبة للمتزوجين من برج الحوت، كيف الأمور عم تكون في شهر تموز، وعم يكون في حمل ولا لا، للي عم بيستنوا حمل على الطريق، خلينا نشوف فيه ولا لا. بالنسبة للعلاقة بين الزوج والزوجة عم تكون حلوة، عم يكون في تفاهم، عم بيكون في اللي هو استقرار، ما في اللي هو سعادة كبيرة أو حزن كبير، اللي هي الأمور العادية، ما في تغيير كتير مبين بالورق. شوية أخبار هيك يعني عم بتنغص شوي، لكن بتهيألي إنه متعودين أنتوا على هذا الموضوع، وأكنه في تدخل من الأهل نوعا ما، أهلك أنت أو أهله هو في علاقتكم، فتعودتوا على هذا الموضوع، وأكنه الشريك أو الرجل في العلاقة ما عم، أو حتى المرأة ما عم تقدر توقف الأهل عن التدخل في العلاقة، لكن هذا لا يؤثر أبدا، ما عم يؤثر أبدا. شايف الأطفال يعني حلوة، وضعهم حلو، البيت حلو، العلاقات عادي يعني جيدة، ما في انفصال. شايفة في حمل، ويمكن يكون حمل بتوأم، مش عارفة، بس في حمل للناس اللي بيستنوا حمل، ممكن يكون في شهر تموز احتمالية كبيرة. عم يكون في ترميم للعلاقة وتجديد للعلاقة في شهر تموز بالنسبة للمتزوجين. خلينا نشوف المرتبطين اللي هم مش متزوجين ولا منفصلين، اللي مع بعض كيف ممكن يكونوا في شهر تموز، أو شو نية الشخص المقابل ناحيتنا. لبرج الحوت، وكأنه الشخص اللي معك مش تمام، عم بيحاول يغير من حاله، يحسن من حاله، عم بيحاول يتطور لحتى يوصل لمرحلتك انت، او لحتى يليق فيك. عم بيحس انه انت افضل منه، لذلك بده يشتغل على حاله لحتى تقبل فيه، او يكون على نفس المستوى او مستوى متقارب منك، وكأنه انت اكثر منه مال، او في ناحية من النواحي اكثر نجاح في العمل. عم بتكون متألق في هاي العلاقة، عم بفكر فيك بشكل جدي، لكن شايف حاله هو انه مش مناسبة هاي الفترة بالنسبة له، لسه ما صار الوقت اللي بقدر انه يكون بمثابة اللي هو انه يستحقك. فأكتر اشي هاي الطاقة مسيطرة على تفكيره،
عم بحبك كتير حب كبير، والباين انه هو عم بحبك اكتر ما انت بتحبه. اذا لبرج الحوت المرتبطين، خلينا نشوف المنفصلين من برج الحوت. طبعا مش اشهر، من اشهر تاركين مش من سنين. راح نشوف اذا، والقراءات ممكن تكون عكسية وما بتنطبق على الكل لانها قراءة عامة مش قراءة خاصة، فما تزعلوا اذا ما انطبقت عليكم. ممكن تشوفوا حدا تاني يعني بقرأ تارت ممكن تزبط معاك القراءة وتكون الطاقة واصلت له. خلينا نشوف للمنفصلين كيف عم بفكر فينا الحبيب. شوف الحبيب مشتاق، في شوق، في شغف، في بس ما في توازن في حياته، يعني وكأنه خرب التوازن اللي كان عنده. بس كيف عم يشعر ناحيتنا؟ مترقب، حاطط كل اشي وراه وعم بيراقب، يعني ما عم بيركز في اشي معين نتيجة انه مركز فيك انت اكتر من اموره هو بانه يحل اموره. انت عم تكون شخصيتك كتير قوية وقت الرجوع، اذا هو ناوي على رجوع، لكن انت اللي راح تكون بايدك اتخاذ اخر قرار، اللي هو قرار انه ارجع او لا، نرجع او لا. فعم تكون كتير مش قاسي، لا كتير قد الموضوع. عذبك هذا الشخص فيما يعني فيما سبق، لكن انت الان عم بتحاول انك ترد العين بالعين والسن بالسن زي ما بيحكوها، والبادي أظلم. فهو بدأ في الشر في الماضي وكأنك راجع، لكن راجع بشروطك، راجع في بدك العلاقة تصير جدية أكثر في مستقبل للعلاقة. ممكن يكون في مستقبل إذا هو اشتغل على حاله، أو أنت ممكن تساعده في إنه يشتغل على حاله أكثر. إذا للمنفصلين في كتير نسبة رجوع كبيرة بالنسبة لبرج الحوت. بهنيهم، قراءات كتير حلوة كانت. خلينا نشوف إذا في نصيحة ممكن الأوراق تفيدنا فيها لبرج الحوت. حبايبي نصيحة حلوة أنا فهمتها، وأكنه بحكي لك الورق استعيد شخصيتك القديمة. أنت تغيرت كتير في السنوات الأخيرة، وهاي التغييرات تسببت في إنك شوي رجعت لورا. فبيقول لك ارجع لأصلك، ارجع للمهارات اللي عندك جوا في داخلك، لشخصيتك القديمة، لطفولتك. استعيد هاي المشاعر، جدد مشاعرك. على قد ما انجرحت بيقول لك افتح صفحة جديدة، لأنه الخير فيه، خير فيه أشياء حلوة على الطريق. فبيحكي لك ما تيأس، لأنه إذا رجعت أنت زي ما كنت بالحماسة اللي كانت، يعني الطفل بيكون اللي بيحبه بيعمله، ما بفكر انه مثلا عواقب الامور وبعقد الامور، لا بنبسط في اي اشي ممكن يعمله، اي شيء يعني اي لعبة اي كذا بختارها خلاص بده اياها، وكتير بينبسط فيها اللي هي فرحة الاطفال. فبيقول لك انه ارجع لهاي الطاقة.
نشوف من الورق الثاني إذا في نصيحة كمان لبرج الحوت. نصيحة من الورق أو من الكون ممكن تكون لإلك. بيقولك ما تخاف، العدل موجود، قد ما انظلمت العدل رح ياخد مجرى. هذا الاشي بأكتر من ورقة بيّن. في مستنيك شخص حلو، يعني في بيت وفي شغلات، لكن بيقولك انسى الأمور اللي عم بتكون يعني مش موجودة على أرض الواقع، انسى موضوعها، اتعامل بالواقع فقط، واتخذ القرارات عند يعني بالوقت المناسب، ما تتأخر، ما تفكر كتير وتهلك حالك في موضوع التفكير والأخذ والعطاء. كون أسرع باتخاذ القرارات، وإنك تلقط الفرصة بسرعة قبل ما ياخدها غيرك. كون سريع بالفترة الجاية، لأنه برج الحوت من الأبراج اللي نفس الوقت إنه عندها عواطف وكذا، لكن بتحسب الأمور بشكل منطقي اللي هو كتير، وبتدرس التفاصيل وبتاخد وقت عشان تاخد القرار. فبحكي لك إنه لا، هاي الفترة كون متروي في اتخاذ القرارات لحتى تكون قراراتك سليمة، واستشير الناس اللي أكبر أو أصحاب الحكمة اللي عم بيكونوا حكيمين أكتر منا. إذا ورق يعني حلو كتير للحوت.